to خادم الحرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الدعاة إلى الله والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن سلك هداهم إلى يوم الدين. خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب الفضيلة والمعالي، إخواني الأقارب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، إنها ليست بالأحلام بل إنه اليقين، وها أنا أمامكم وسط هذا الحفل الكبير، وإنه لشرف عظيم لي وإن كان صعبا علي، ولكن مما يشجعني على هذا الموقف أنني أسير على نهج رجال قاموا بأعمال جليلة قبلي حين لم يكن الاتصال ميسرا في ذلك الوقت، ومحدوا الطريق وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، ثم قام من بعدهم آخرون يقتدون بهداهم حتى وصل الأمر إلى السيد أحمد بلو، فدعا بدعوتهم واتبعه على ذلك رجال يريدون أن يساعدوا إخوانهم المسلمين. Well, you know.